السلام الله عليكم مشاهدينا، وأهلا بكم إلى المسائية، آخر موعد إخباري مباشر المستهل كالعادة بالعناوين. بمسجد حسان بالرباط أحيا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أمس بين العشاءين ليلة المولد النبوي الشريف، وقدم بالمناسبة جوائز للمتوجين. زلزال الأطلس الكبير رغم ما خلفه من حزن ودمار، سكينة المناطق المتضررة أحيت رغم ذلك ذكرى المولد وسط تضامن كبير أملا في غد أفضل. ومراكش احتضنت اليوم النسخة الثانية للمناظرة الأفريقية للحد من المخاطر الصحية، وذلك بمشاركة أزيد من 80 بلدا. والمغرب نال ثقة تنظيم كأس أمم أفريقيا لسنة 25 و2000 بالنظر إلى قوة ملفه وجاهزية بنيات استقباله. نناقش الموضوع في الفقرة الرياضية الأسبوعية. أهلا بكم، وعيدكم مبارك سعيد. إحياء لليلة مولد جده الأكرم صلى الله عليه وسلم، أحيا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أمس بعد صلاة المغرب بمسجد حسان بالرباط أحيا ليلة المولد النبوي الشريف، مرفوقا بصاحب السمو الملكي ولي العهد الأمير مولاي الحسن، وصاحب السمو الملكي الأمير مولاي رشيد، وصاحب السمو الأمير مولاي أحمد، وصاحب السمو الأمير مولاي إسماعيل. وأخيرا لهذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آية الذكر الحكيم وإنشاد الأمداح النبوية، تفضل أمير المؤمنين بتقديم عدد من الجوائز للمتوجين. صفية البعزاوي. اقتداء بسنة أسلافه المنعمين الذين دأبوا على الاحتفاء بذكرى مولد جدهم المصطفى عليه أزكى الصلاة والسلام، أحيا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس ليلة المولد النبوي الشريف المباركة بمسجد حسان بالرباط. خلال هذا الحفل الديني الذي تميز بتلاوة آيات بينات من الذكر الحكيم وإنشاد أمداح نبوية شريفة، ألقى وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق كلمة بين يدي جلالة الملك، قدم فيها حصيلة أنشطة المجلس العلمي الأعلى والمجالس العلمية المحلية قبل أن يقدم لجلالته التقرير المتعلق بهذه الحصيلة. إثر ذلك سلم أمير المؤمنين العديد من الجوائز. وأتقدم بالشكر والتهاني أولا لمحمد السادس نصره الله والعائلة الكريمة والأساتذة الكرام الذين درسوني بأكاديمية الفنون التقليدية. الجائزة اللي شكلت لنا عيدين اليوم، العيد الأول هو عيد المولد النبوي الشريف، والعيد الثاني أننا نفوز وفي حضرة مولانا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. هي في الفعل تشريف وتكليف في نفس الوقت، وبالتالي ستشكل لنا دافعا نحو تحقيق أهداف أخرى إن شاء الله، إن على المستوى المحلي أو على المستوى المغاربي أو حتى على المستوى العالمي إن شاء الله. بعد ذلك تقدم للسلام على أمير المؤمنين أعضاء لجنة جائزة محمد السادس للفكر والدراسات الإسلامية. الحفل الديني حضره رئيس الحكومة ورئيس غرفتي البرلمان وعدد من مستشاري جلالة الملك وأعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات الدستورية وشخصيات مدنية ودبلوماسية وعسكرية. إحياء ليلة المولد النبوي الشريف هي مناسبة مولد أمة كانت وستظل خير أمة أخرجت للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، فهو الرسول الأمين خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أشرقت بمولده الدنيا وامتلأت نورا وهداية. وبمناسبة الاحتفال بهذه المناسبة الغالية، بعث أمير المؤمنين برقيات تهاني إلى أشقائه أصحاب الجلالة والفخامة والسمو ملوك ورؤساء وأمراء الدول الإسلامية، ضمنها جلالته أطيب التبريكات وأصدق الدعوات بأن يديم الله عليهم نعم الصحة والعافية والهناء. وبذات المناسبة تفضل جلالة الملك بإصدار عفوه على 742 شخصا، منهم المعتقلون ومنهم الموجودون في حالة سراح المحكوم عليهم من طرف مختلف محاكم المملكة.
منتسبو الطريقة المشيشية الشاذلية أحيوا أمس في أجواء روحانية بضريح القطب الصوفي مولاي عبد السلام بن مشيش، أحيوا ليلة مولد خير البارية بترديد الأذكار ووصلات السماع الصوفي وقراءة اللطيف ترحما على أرواح شهداء الزلزال. روبورتاج صديق بن زينة وفريد غيتو. أوراد وأذكار تغرف من معين محبة رسول الله في ليلة الاحتفاء بمولد خير البرية هنا في فضاءات قطب الطريقة المشيشية الشاذلية. مولاي عبد السلام بن مشيش يحيي الشرفاء العالميون ومريد المشيشية الشاذلية ليلة لإخراج السلك واسم الله اللطيف ترحما على أرواح شهداء الزلزال. كان اليوم هو مولد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان هذا اليوم هو يوم اختتام هذه الأذكار وترحم على الأسر والذين فقدوا في هذه الفاجعه. كنجي كل عام وكنجي في النسخه وكنجي في الميلود وكنجي في العماره وكنجي في الليلات. قل بفضل الله ورحمته فبذلك فليفرحوا، هي الآية التي استنارت شعارا لإحياء ليلة الاحتفاء بالمولد النبوي الشريف، والتي تميزت بتلاوة الصلاة المشيشية ونفحات روحية من السماع والمديح الصوفي المشيشي الشاذلي. ونحن من هنا كان تضامن باللطف حتى هذا النهار وهذا النهار مبارك اللي غادي يوقع إن شاء الله بإذن الله، غادي نختتموا اللطيف وغادي ندعوا بالخير على الوطن، على أمير المؤمنين وعلى الإخوان ديالنا اللي موجودين في الحوز. والحمد لله الرحمة المهداة وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم للمشيشية الشاذلية، كزدعي نسير على السلوك ديالو وعلى الأخلاق ديالو وعلى التربية ديالو. لمة روحية توحدت فيها أصوات الفقهاء وحملة القرآن ومنتسب المشيشية الشاذلية، فكان إخراج سلك الذكر الحكيم واسم اللطيف والأوراد المباركة إحياء لليلة مولد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم. والعيد بأي حال عاد على أهلنا في المناطق المتضررة من الزلزال. الساكنة هناك مسحت دمعة الحزن على فراق الأحباب ببسمة أمل في غد أفضل، كما سنتابع من قرية مزوضة بإقليم شيشاوة في روبورتاج سارة الجابري يوسف الغازي والمتابعة لأمين الهشومي. عيد استثنائي في ظروف غير مسبوقة بالنسبة لساكنة إقليم شيشاوة، بالصلاة والدعاء يستقبل سكان المناطق المتضررة الذكرى الأولى للمولد النبوي الشريف بعد كارثة زلزال الحوز. هنا قبيلة مزوضة وقبيلة تقيدار وقبائل أخرى لأن لم تأتي اليوم لهذه الأفات التي أصابت وطننا العزيز، أصاب أفات الزلزال. نسأل الله العلي القدير أن يتقبلهم عنده من الشهداء، ربناك على كل شيء قدير. بمناسبة إحياء ذكرى مولد سيد الخلق يتم استحضار قيم السيرة النبوية العاثرة للحث على التضامن والإخاء بين الأفراد. سابقا ولاحقا دائما نحيي هذه الليلة في الليلة وفي الصباح، نقرأ المدح بعد قراءة الحزب جماعتان ثم الهمزية كلها ثم البردة، كنجتمع فيها وكنحيوا الذكرى. حنا من تلاميذ اللي قرينا هنا في هذه المدرسة العلمية وكنتلاقاو مع الأساتذة اللي قرينا معهم، تنصلوا معهم الرحيم. غير بعيد عن خيام ضحايا زلزال الحوز، سكان المناطق المتضررة يحرصون على إحياء ذكرى المولد النبوي لما لها من دلالات روحية عميقة. ساكنة هذه المناطق المتضررة من الزلزال محتاجون إذن في مثل هذه المناسبات إلى تكثيف قيم التضامن والتعاطف التي تنسيهم مرارة فراق أقاربهم وذويهم، خصوصا الأطفال الذين فقدوا آباءهم. لهذا الغرض نظمت زيارات وأنشطة مختلفة لفائدة ساكنة هذه المناطق. إحدى هذه المبادرات كانت بحضور وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بجماعة مولاي إبراهيم بإقليم الحوز. روبورتاج حسن بن رابح وعزيز مجيد. اليوم هو عيد المولد النبوي الشريف، وهو أيضا موعد الزيارة الميدانية لوزارة التضامن والاندماج الاجتماعي وأيضا الأسرة، زيارة لإقليم الحوز وبالضبط للجماعة القروية مولاي إبراهيم، واحدة من الجماعات المتضررة بسبب الزلزال.
أولى المحطة الزيارة هنا بخيمة المساعدة الاجتماعية التي تستقبل ضحايا كتر وتقدم خدمات عديدة. المركز موزع على مجموعة من الوحدات تتوسط هذه الخيمة. هنا الاستقبال وفرز الحالات وتوجيهها نحو الجهات المعنية كالمساعدة والدعم الاجتماعي إلى التنشيط ومواكبة الأطفال والأسر. الخير جاي القدام، لأن البرنامج ديال إعادة البناء ماشي غير بناء المباني الحمد لله، ولكن حتى بناء الإنسان والمواكبة ديالو باش يكون يعني هو اللي غيبني التطور ديال هذا البلد، هو اللي غادي يخلق القيمة المضافة، هو اللي غادي يخلق إن شاء الله يعني واحد التنمية اجتماعية واقتصادية. دونك النقطة ديال المولى إبراهيم فيها 800 تقريبا ديال 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 المساعدات الطبية والنفسية والدعم الاجتماعي، وكاين عندنا وصلنا تقريبا 1500 ديال الدعم الغذائي للساكنة ديال المولى إبراهيم. ولأنه العيد عيد المولد النبوي الشريف، اختتمت الزيارة هنا بجماعة مولى إبراهيم بأنشطة ترفيهية وفنية خصصت للأطفال الصغار. ولأن المناسبة شرط، فذكرى المولد النبوي فرصة لتقليب صفحات سيرة خير البرية والوقوف عند مناقبه وشيمه الطاهرة. واحتفالا بالذكرى نظمت بعيون الساقية الحمراء مسابقات في تلاوة آية الذكر الحكيم والتدبر في معاني السيرة النبوية العطرة. يوسف وشو وزهير هنان. الحمد لله وصلى الله على النبي وآله. كلمات وأشعار تعدد خصال ومناقب بعض من محطات سيرة المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام في حفل ذكرى مولد خير الخلق هنا بهذا الكتاب بالعيون. محمد رسول الله. تلاوة آيات بينات من الصيغة الحسانية وأمداح نبوية، وهذا هذه الليلة تذكرنا بمولد أشرف الرسل. الغاية في هذا الكتاب أن ننشئ أولادنا تركتنا على المبادئ السمحة التي جاء بها الرسول صلى الله عليه وسلم. وحتى تترسخ هذه القيم الإنسانية الرفيعة في نفوس الصغار يتنافسون هنا على اختبار معارفهم في السيرة النبوية. درنا مسابقة اليوم على حساب الذكرى النبوية للرسول صلى الله عليه وسلم، على حسب نتعلموا شي حوايج من هذه السيرة النبوية. تعريفا بالسيرة النبوية بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وما جاء به كي يتمم مكارم الأخلاق. هو الرحمة المهداة للعالمين والذي أضيء الكون بأنوار مولده، فصلوات ربي وسلام عليه. وللمغاربة في هذه المناسبات عادات وتقاليد توارثوها أبا عن جد. ارتداء الملابس التقليدية وتبادل الزيارات العائلية من أبرز السمات التي تميز مثل هذه المناسبات الدينية. نتابع النموذج من الدار البيضاء في ريبورتاج محمد مجري والمتابعة لسوفيا البعزاوي. ذكرى المولد النبوي الشريف مناسبة يقبل فيها المغرب على اقتناء الملابس للأطفال الصغار. ارتداء الملابس الجديدة في هذه الذكرى ضرورة لا يمكن التخلي عنها في أوساط بعض العائلات المغربية. بمناسبة المولد ذكرى عيد المولد النبوي جينا السوق نموذجين نتقدوا الوليدات ونفرحوهم ونفرحوا حتى حنا معاهم وندوزوا أجواء زوينة. والله وعيد مبارك سعيد على الجميع. هذا النهار كيكون مميز على جميع الايام الاخرى. كنكون فاطروا بالحلوه ونحط لهم البغرير نسمن وكيلبسوا كيفرحوا بالوليدات نزوروا العائله كنشوفوا الحباب وكيكون نهار مميز. الحمد لله كاين الثمن مناسب، كل شيء مزيان، الحاجه مزيانه بالثمن وراه الحوايج راك عرفتي كل حاجه بالثمن ديالها. تقليد الاحتفال بذكرى المولد النبوي ترسخ في الثقافة الشعبية المغربية منذ عقود، هي طقوس تساهم في انتعاش النشاط التجاري لبائعي الملابس. كاين الإقبال الحمد لله، واخا شوية هذا العام شوية ناقصة شوية الوقت، ولكن الحمد لله اللهم ولا الحمد. المناسبة جات مع الدخول المدرسي،
داك الشيء علاش الناس كياخذوا السيرفيطات ناقصين في الثمن شويه. الأعياد الدينية تعتبر فرصة لإدخال الفرحة على العائلات والأطفال وتعزز انتعاش الأنشطة الاقتصادية سواء على مستوى الأسواق وفضاءات بيع الملابس. وبعد رسالة جلالة الملك محمد السادس إلى رئيس الحكومة المتعلقة بإعادة النظر في مدونات الأسرة، عقد أمس عزيز أخنوش بالرباط اجتماعا خصص لتنزيل مضامين الرسالة الملكية. الاجتماع حضره مسؤول القطاعات التي تضمنتها الرسالة الملكية والتي شكلت خارطة طريق لهذه اللجنة التي كلفت بإعداد مقترحات التعديلات التي سترفع إلى جلالة الملك في أجل أقصاه 6 أشهر. جاد بردان معه التفاصيل. تلاوة بتفكر وإنصات بإمعان، مضامين رسالة الملكية تجمع العدل والسلطة القضائية والنيابة العامة، اجتماع عقده رئيس الحكومة لتنزيل الرؤية الملكية الراعية للأسرة المغربية. تشرفت اليوم بتسليم تسلم الرسالة الملكية السامية، واللي هي غادي تدشن واحد المسار ديال المراجعة ديال مدونة الأسرة، هذا الورش الإصلاحي الكبير اللي هو يعني شرف للجميع. وحددت رسالة الملكية الجهة اللي غادي تشرف يعني على هذه العملية ديال الإصلاح. تأهيل مدونة الأسرة أملته الضرورة بعد 20 من التطبيق. سيقتصر التعديل على إصلاح الاختلالات وتعديل المقتضيات التي تجاوزها الزمن، فإننا لن نحل ما حرم الله ولن نحرم ما أحله الله، يقول جلالة الملك. الرسالة الملكية جابت بوضوح يعني لي كونتو ديال هاد المسائل اللي غادي نمشيو ليها واللي كتهم مدونة الأسرة. هذه لحظة يعني اللي هي إصلاحية ولحظة كبيرة بالنسبة لبلادنا، ونتمنوا أن الكل يساهم فيها بشكل إيجابي باش نبنيو واحد المدونة ديال الأسرة كما بغاها سيدنا. ضمن برنامج التنزيل، لقاءات للإنصات لجميع مكونات المجتمع المعنية بهذا الورش، مقاربة تشاركية ستلتزم بالسقف الزمني الذي حدده جلالة الملك 6 أشهر. نسمع الناس وفق مقاربة تشاركية بالإضافة إلى تحديد ديال واحد السقف ديال 6 شهور باش يكون هذا المشروع إن شاء الله كامل. وتفعينا المضامين ديال الرسالة الملكية، اجتمعت بالسادة الأعضاء. اجتماع رئيس الحكومة بوزير العدل والرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية ورئيس النيابة العامة يأتي غدا توجيه أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس رسالة إلى رئيس الحكومة تتعلق بإعادة النظر في مدونة الأسرة. ومن مكتبنا بالرباط انضم إلينا مباشرة الأستاذ محمد حبيب الخبير في قضايا الأسرة. مرحبا بك أستاذ. إذن كما تابعتم وتابعنا جميعا رسالة جلالة الملك إلى رئيس الحكومة بخصوص تعديل بنود مدونة الأسرة، وقبلها خطاب العرش لعام 2022، ركز على منهجية مهمة وهي اعتماد المقاربة التشاركية في التعاطي مع هذا الملف. نود الحديث شيئا ما على أهمية هذه المنهجية في تجويد النصوص القانونية سيما المتعلقة بمدونة الأسرة. نعم، المقاربة التشاركية هي مقاربة شمولية بالأساس، ونقصد بالشمولية هي أنها تضم وكل من هو معني بتعديل مدونة الأسرة، سواء كانوا أفرادا أو مؤسسات كما جاء في الرسالة أو منظمات مدنية. ثم هي تنبني كذلك أساسا على الحوار والتشاور، هذا الحوار وهذا التشاور الذي يضم كما قلت الجميع، أن الكل سيشارك برأيه بأفكاره بتمثلاته بكذلك بتطلعاته بكذلك بمتغيراته الذي يريدها كذلك بالتطلعات إلى مدونة تستجيب إلى التغيرات الثقافية والاجتماعية للمجتمع. طبيعة الحال البغية وصول إلى تحديث وتطوير لمضامين الأسرة، والتي ترتكز أساسا على 4 مرتكزات أساسية. الأولى أن تكون هذه المتغيرات تتوافق مع الشريعة السمحاء. ثانيا أن تتلائم مع الاتفاقيات الدولية والمعاهدات. ثالثا أن تنسجم مع الدستور. رابعا أن تستجيب لتغيرات المجتمع الثقافية والاجتماعية. نعم أستاذ محمد، طبعا الرسالة الملكية حددت بعض الهيئات والمؤسسات التي
يعني تحظى بالأولوية في التشاور، ثم بعدها الانفتاح على باقي المكونات والهيئات الأخرى وكذلك المجتمع المدني. اليوم هذه الهيئات مجتمعة، ما هي الأولويات التي تشتغل عليها؟ خصوصا ونحن نتحدث عن سقف زمني محدد في 6 أشهر كحد أقصى لرفع هذه المقترحات إلى جلالة الملك. التزامهم بالمقاربة التشاركية يتطلب مجموعة من الأدوات والآليات، أولا لتجميع هذه المعطيات ولتكون نصل إلى المبتغى الذي نريد، لا بد أن تكون آليات أساسية، أولا استطلاعات للرأي، ندوات، محاضرات، مناقشات، مجموعات مؤرية لمناقشة موضوعات معينة للوصول إلى التوافقات في مجموعة من النقاط الخلافية، ثم كذلك مؤتمرات تجتمع إليها كل الخبراء. هذا العمل المكتف والتضامني والمجتمع لابد أن يتم كما قلت ترشيحه والعمل على جميع كل مقتضياته لأجل البلوغ في توقيت وزمن معين. بالتالي تنتظرون فعلا عمل جاد ومضني ومنظم وهيكل وفق أدوات وقنوات المقاربة التشاركية لكي نضمن مشاركة الجميع وإدلاء برأي الجميع وأن تكون مدونة تستجيب لكل تطلعات الجميع. نعم. طبعا على ذكر التطلعات أستاذ محمد وأنت خبير في الأسرة، اليوم وفق هذه الإكراهات والمتغيرات التي يعرفها المجتمع، ما هي اليوم القضايا الراهنة التي تحظى يعني بالأولوية في النقاش العمومي؟ طبعا هناك مجموعة من القضايا التي تحظى بالنقاش العمومي، النقاش بشكل عام بمختلف المشارب بمختلف التوجهات. هناك من نقطة الخلافية المرتبطة بالتعدد، بزواج القاصر، بالولاية الشرعية، بالنسب، بالإرث كذلك، كلها نقاط يتم التداول فيها. ويجب أن تراعي مسألة أساسية هي أن النهج في هذه المدونة الوسطية والاعتدال والاجتهاد المنفتح والمرح في تفسير النصوص التشريعية والقانونية. شكرا جزيلا لكم الأستاذ محمد حبيب، أنتم خبير في مجال الأسرة، شكرا لكم على كل هذه الإضاءات. وطرق الاستعداد المبكر لمواجهة تداعيات الكوارث الطبيعية والتصدي للمخاطر الطارئة شكل محور نقاش ضمن أشغال النسخة الثانية للمناظرة الأفريقية للحد من المخاطر الصحية المنعقدة بمراكش بمشاركة أزيد من 80 بلدا، كما سنتابع في روبورتاج جزة الشرقية عزيز مجيد والمتابعة لشيماء العلام. الاستجابة السريعة للحد من المخاطر والكوارث الطبيعية وبناء نظم صحية قوية خطوات حاسمة نحو تحقيق الأمان في مجتمعنا، هو النقاش البارز بين المشاركين في هذه الجلسة من النسخة الثانية للمناظرة الإفريقية للحد من المخاطر الصحية بمراكش، والتي عرفت تنويها لتدبير المغرب لأزمته الأخيرة من قبل المتداخلين. المغرب كان كيعيش هذه المرحلة أليمة، دخلنا فيها واحد المحور ديال تدبير ديال الكوارث، واللي كان هو محور رئيسي كيتعلق بالحد من المخاطر، لان فيما كيتكون الحد من المخاطر كيمكننا ان نقصوا العبء على الصحه. والهدف من هذه المناظره هو يعني ملتقى ديال الدول الافريقيه، لان شاركوا اكثر ازيد من 80 بلد اللي جاوا سواء من افريقيا او من امريكا اللاتينيه او من اسيا، باش على الاقل نوحدوا الرؤيه. وحنا كنعرفوا ان اليوم الصحه ولات ركيزه من الركائز ديال السياسات العموميه. مناظره دوليه شعارها الصحه في افريقيا، الماء، البيئه والامن الغذائي، تنظيمها ياتي في سياق عالمي يتسم بتفاقم الازمات المتعلقه بتداعيات الامراض والاوبئه والتغيرات المناخيه وما يخلفه ذلك من تأثير مباشر على المنظومة الصحية. مشاكل اللي كتتعدى الحدود الوطنية اللي هي متشابكة وكتوجد على الصعيد الأفريقي خصوصا، هذه القارة اللي عندها مؤهلات ولكن عايشة في هذه المشاكل، فكنطمحوا باش تكون عندنا مبادرات ديال التعاون يعني مع كل البلدان، واللي غادي تعزز التعاون الموجود واللي بناته المملكة المغربية في إطار الحكامة والتنزيل ديال الرؤية ديال جلالة الملك حفظه الله فيما يخص تعاون جنوب جنوب. على مدى 3 أيام ستعرف أشغال المناظرة تقييم مدى تنفيذ توصيات النسخة الأولى، مع الخروج بتوصيات جديدة تروم مساعدة صناع القرار على اتخاذ خيارات استراتيجية في وضع السياسات والنظم الصحية عبر تحديد الممارسات الجيدة في مجال الحكامة والتمويل والاستدامة المالية بالقطاعات المعنية. المسائية متواصلة نتابع فيها أيضا
عملية تكوين المجندين للخدمة العسكرية للفوج 38 انطلقت اليوم بالقاعدة العسكرية ببن جرير. ومدينة مراكش تشهد انتعاشة كبيرة في القطاع السياحي بعد زلزال الحوز والمناطق المجاورة. عطلة العيد كانت مناسبة لزيارة عدد من المغاربة والأجانب للاستمتاع بأجواء المدينة الحمراء. إذن كما أسلفت بالقاعدة العسكرية بن جرير بإقليم الرحمنة أعطيت انطلاقة عملية تكوين المجندين للخدمة العسكرية للفوج 38 العملية تستهدف أكثر من 2000 شاب وشاب. روبورتاج عادل بوزكري والتحرير للحسن هبان. نحن هنا بالمركز الثالث لتكوين المجندين بالقاعدة العسكرية ببن جرير. يستهدف هذا التكوين 2025 مجندا بالفوج 38 على مستوى هذا المركز من إجمالي 20,000 مجند على الصعيد الوطني. وسيمتد هذا البرنامج على مرحلتين. المرحلة الأولى وتشمل 4 أشهر للتكوين العسكري الأساسي. المرحلة الثانية تمتد ل8 أشهر وتهم فترة التأهيل المهني في عدة مجالات. كما ستستفيدون طيلة هذه المدة من أجرة ولباس وتغذية وسكن وتغطية صحية وعطل موسمية لزيارة أهاليكم. وبلغ عدد المجندين الذين تمت المناداة عليهم على الصعيد الوطني أزيد من 20,000 من ضمنهم 1,500 من الإناث. أنا محظوظ بوجودي ضمن التجريد 38 للخدمة العسكرية اللي كنتمنى نجتازها بنجاح. وكنصح الشباب المغربي يلبيو نداء الوطن ويلتحقوا بالخدمة العسكرية اللي غتفيدهم بزاف وغتفتح لهم آفاق كثيرة في الدخول في الحياة المهنية ديالهم. كل عزيمة باش إن شاء الله نكون عند حسن ظن المسؤولين والمؤطرين وندوز واحد الفترة إن شاء الله تكون في أحسن الظروف ونكتسب مهارات جديدة ونلبي القدرات ديالنا إن شاء الله. وبهذه المناسبة كنشكر صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله اللي فتح لنا هذا المجال، كما كنشكر أيضا جميع المؤطرين من ضباط وضباط الصف اللي كيساروا على التكوين ديالنا. وعلى إثر عملية الانتقاء سيتم إدماج المجندين في الفوج 38 على صعيد كافة التراب الوطنية وفقا للتدابير المحددة وتوجيههم إلى مراكز التدريب التي أعدتها وجهزتها القوات المسلحة الملكية لاستقبالهم في أفضل الظروف. وكما كان متوقعا حظي أمس المغرب بثقة الكاف لتنظيم نهائيات بطولة كأس أمم أفريقيا نسخة 2025. شرف استضافة هذه البطولة القارية نالته المملكة باستحقاق بالنظر لقوة الملف المغربي وجاهزية البنى التحتية لاستقبال حدث كروي من هذا الحجم. جيهان جاهوري. كل الطرق ستؤدي إلى المغرب بعد أقل من عام ونصف، والمناسبة كأس أمم إفريقيا 2025. ومن غير المغرب كان ليعلن عنه منظماً للمونديال الإفريقي وجامعاً لأسرة القارة السمراء، وهو الملف الأقوى ضمن من ترشحوا وتنافسوا على نيل شرف الاستضافة. هو تكريس للنهضة الكروية التي تعيشها المملكة وللبنية التحتية والمنشآت الرياضية ذات المواصفات العالمية. والعمل انطلق بالفعل لإعادة بناء ملاعب وإصلاح أخرى حتى تكون في قيمة الحدث. مجمع الأمير مولاي عبد الله بن رباط الذي احتضن عددا من الأحداث الرياضية بنجاح يغير من ملامحه بعد هدم جزء كبير منه استعدادا للظهور بوجه جديد سيحوله إلى ملعب المونديالي في زمن قياسي. والأمر نفسه بالنسبة لملعب طنجة الذي سيشهد تعويض مضمار ألعاب القوى بمدرج جديد للرفع من الطاقة الاستيعابية لجوهرة الشمال، علاوة على إصلاحات أخرى تهم مختلف مرافقه. أما ملعب أكادير حيث جرت أطوار عدد من التظاهرات الكبرى فبدوره شهد انطلاق الأشغال لتجديد جميع المرافق الحيوية بالملعب من غرف التبديل إلى القاعات ثم أرضية الملعب والمضمار. الإصلاحات اللي تشهد هذه المعلمة تصب في التنمية ديال المنطقة ككل، وكذلك تصب في المصلحة ديال الملف في المغرب فيما يخص تنظيم كأس العالم 2030. إصلاحات اللي تهم الجوار ديال الملعب وكذلك داخل الملعب، وهذا هذا مستحسن بالنسبة لهذه المعلمة اللي تعرف واحد تغيير جذري اللي يخليها تكون في مصاف الملاعب الكبرى في العالم.
مشاريع الإصلاح الشامل همت أيضا ملعب مراكش الذي بدأت به الأشغال من المدرجات في انتظار أن تشمل أيضا المحيط الخارجي وقاعة الندوات ومرافق أخرى. ومن جهته مركب محمد الخامس بالبيضاء أجل إغلاق أبوابه إلى ما بعد مشاركة الوداد بالسوبر ليج، حينها سينضم إلى قائمة الملاعب التي تشملها الإصلاحات ليكون جاهزا بدوره للحدث القاري. الإصلاحات هي كيف ما قلت في إطار عملية ديال تأهيل شاملة غادي تهم جميع المرافق ديالو الداخلية والخارجية. ما يمكنش الآن نتكلموا على تفاصيل يعني دقيقة جدا، لأنه في غضون أيام ستنعقد لجنة التتبع لجنة القيادة عفوا اللي تتنص عليها الاتفاقية ديال منح المركب إلى شركة سونارجيس اللي غتقوم بالعملية ديال التأهيل ديالو وديال التدبير ديالو لمدة 10 سنوات. هي تحف رياضية لن تزداد إلا إشعاعا بالإصلاحات المرتقبة، هذا دون الحديث عن جوهرة التكوين الرياضي ببنيتها التحتية العالمية أكاديمية محمد السادس التي وضعت المغرب أيضاً على الخارطة الرياضية العالمية. فالمغرب لم ولن ينظم الكان من أجل التنظيم فقط، بل يساهم إلى جانب القارة في تطوير اللعبة. العالم سينتظر إبداعاً مغربياً سنة 2025 تكريساً لقيمته وسمعته قارياً ودولياً. هذا الموضوع يفتحه للنقاش أسامة العبادي في الفقرة الرياضية. أسامة مرحبا بك. مرحبا بك زكريا. إذن ما هي المؤهلات التي مكنت المغرب من نيل ثقة استضافة كأس أمم إفريقيا نسخة 2025؟ إذن عديدة هي المؤهلات زكريا، من ملاعب وفنادق وبنيات تحتية كذلك يزخر بها المغرب. فوز المغربي بشرف احتضان كأس الأمم الإفريقية 2025 يأتي نتيجة استراتيجية عمل تبناها المغرب من خلال نجاحه في تنظيم عديد التظاهرات القارية والعالمية، منها نظير كأس العالم أو كأس الأمم الإفريقية للمحليين وكأس الأمم الإفريقية للسيدات والكان لأقل من 23 سنة وكأس العالم للأندية، تظاهرات أبان خلالها المغرب عن احترافيته التنظيمية. كذلك نتحدث عن الملاعب المخصصة للتدريب والتي شكلت عائقا في النسخة الماضية. المغرب يتوفر على عدد مهم منها، يكفي القول أنه سيتم تخصيص ملعب لكل منتخب أي 24 ملعبا، بالإضافة إلى الملاعب التي ستشهد المنافسات وهي 6 ملاعب بدأت الأشغال بها على أن تنتهي في أواخر سنة 2024. من بين مزايا اختيار المغرب كذلك لاحتضان الكان كون المدن المرشحة لذلك تتمتع ببنية تحتية مهمة من وحدات فندقية وشبكة طرقية تربط المدن فيما بينها أي الطريق السيار، فضلا عن المستشفيات الكبرى والثالث أكبر مطار في القارة الإفريقية استقبالا للمسافرين وهو الموجود بمدينة الدار البيضاء، والقطار فائق السرعة البراق الذي يربط طنجة بالدار البيضاء والرباط، بالإضافة إلى مدينة فاس رابع مدينة من حيث عدد الغرف الفندقية وترتبط بمطار دولي ومحطة قطار حديثة، ومدينة مراكش التي ستضم أول ملعب يتوفر على سكاي بوكس في المدرجات على الطريقة الأمريكية. كذلك نتكلم عن الخطوط الملكية المغربية والتي تغطي رحلاتها معظم دول القارة السمراء، كما أن المسابقة ستجرى في فصل الصيف ما سيمكن اللاعبين من الحضور بعد نهاية المسابقات الأوروبية، ناهيك عن القرب الجغرافي من القارة الأوروبية، الشيء الذي سيمكن الجالية الإفريقية بأوروبا من الحضور ومشاهدة واحدة من نسخ كأس الأمم الإفريقية المميزة، دون نسيان دعم دول القارة الإفريقية للمغرب، وذلك من أجل النجاح في كسب رهان احتضان كأس العالم 2030 مع إسبانيا والبرتغال. زكريا. نعم مسمى، ما الذي ستستفيده بلادنا من تنظيم تظاهرة رياضية من هذا الحجم؟ زكريا، يكفي القول بأن المغرب ستكون حظوظه كبيرة من أجل الظفر بلقب كأس الأمم الإفريقية. استفادة المغرب من تنظيم أغلى مسابقة على المستوى الإفريقي تتمثل في تسويق للمغرب كبلد أصبح يقارع أكبر دول العالم على صعيد تنظيم التظاهرات الرياضية، من بوابة النقل التلفزي للمباريات ومواكبة أنشطة اللاعبين خلال أيام المنافسة. وهنا نتحدث عن لاعبين لديهم عدد كبير من المتابعين على مختلف وسائل التواصل الاجتماعي، كذلك الأمر يشكل فرصة من أجل الإعداد لكأس العالم 2030، بالإضافة إلى خلق فرص للشغل من خلال الاستعداد لإنجاز هذه التظاهرة وإنجاحها. كما هناك شق آخر وهو الأهم، الشق السياحي، فيكفي القول أن المنتخب المغربي سيكون حاضر في البطولة بأسماء لاعبيها العالميين،
فبعد إنجاز كأس العالم بقطر لم يعد جمهور المنتخب الوطني يقتصر على المغاربة، بل الجماهير أصبحت تأتي من مختلف دول العالم لمشاهدة أسود الأطلس. أيضا استضافة المغرب لكأس الأمم الإفريقية ستشكل مناسبة أمام الأسماء الوطنية للظفر باللقب الإفريقي، فكما نعلم جميعا أن للجماهير المغربية مفعول السحر، ورفاق أشرف حكيمي يتوهجون في حضرة جماهيرهم هنا بالمغرب. زكريا، حمدا، موفقا للمغرب في تنظيم هذه الكأس، شكرا جزيلا لك أسامة، واللقاء يتجدد بك في فرصة مقبلة بحول الله. شكرا لك زكريا. ومدينة مراكش استعادت عافيتها تدريجيا بعد الزلزال الذي ضرب الحوزة والنواحي عطلة عيد المولد، شكلت فرصة لانتعاش القطاع السياحي، حيث شهدت المدينة إقبالا مكثفا للزوار المغاربة والأجانب الذين توافدوا على المدينة للاستمتاع بأجوائها الساحرة. روبورتاج جيهان دبلالي ومحمد نجيب. نتلقوا في مراكش هي حملة لبث الروح في السياحة بعد زلزال الحوز، حملة تواصلية لحث المواطنين المغاربة والسياح الأجانب على السفر إلى المدينة الحمراء، مدينة استعادت بريقها ووهجها بعد الهزة الأرضية. هن سائحات مغربيات مقيمات بين إسبانيا وفرنسا، قررن زيارة مراكش في هذه الفترة للاستمتاع بطقس شوتنبر وزيارة المآثر التاريخية التي تميز المدينة. كم قرر هذه الرحلة هذه والمجموعة تبارك الله تحدهم فيهم بغات أنولي الفواياج ديالها، بالعكس قرروا أنهم يجيوا وفعلا جينا نشوفوا بلادنا وفرحانين بزاف. لجنا الأرض الوطن دائما يعني متشبتين بها بزاف بزاف، والله ينصر سيدنا. المهم حنا جينا من مدينه مدريد، صراحه في الاول كنا مخلوعين حيت كنا كنشوفوا في تيك توك وديك شي واحد شويه الخوف، ولكن صراحه من نهار اللي جينا كاين الامان، ما وقع والو. وذكرى المولد النبوي كانت فرصة سانحة للمغاربة لقضاء العطلة بهذه المدينة البهية، حيث الكرم وحسن استقبال الزوار من مختلف ربوع المملكة. نتلقوا في مراكش هي إذن الحملة التي أطلقتها وزارة السياحة لتشجيع زيارة المدينة، حملة وجدت تجاوبا من طرف المغاربة الذين برمجوا عطلتهم هنا بعدما خيم الحزن عقب الزلزال، إلا أن سرعان ما بدأت المدينة تستعيد نشاطها السياحي وتستقطب السياح. جينا لمدينة مراكش باش نكرسوا ديك الثقافة السياحية ديال مدينتنا، المدينة العالمية مدينة مراكش اللي معروفة بالأجواء ديالها وبالثقافة ديالها وبالحضارة ديالها والإرث الحضاري. الحمد لله كنشوف زعما الدنيا عامرة، الناس كاينين، كلشي جاي يدوز المهم العطلة ديالو بخير، الحمد لله زعما مراكش كتبقى هي مراكش. مدينة زوينة، الناس كيرحبوا بنا، الحمد لله. Tout va bien, c'est un très beau pays et on leur souhaite un bon rétablissement, surtout pour le séisme qu'il y a eu il y a pas très longtemps. Et khawa khawa. هو إذن زخم تضامني بمختلف أنواعه وتآزر في الشدائد وتقاسم للحظات العيش مع المراكشيين خلال فترات استثنائية مرت، والأكيد أن القادمة سيكون أفضل وأجمل. في ختام المسائية إليكم تذكيرا بالحدث الأبرز فيها. بمسجد حسان بالرباط أحيا أمير المؤمنين جلالة الملك محمد السادس أمس بين العشاءين ليلة المولد النبوي الشريف، وقدم بالمناسبة جوائز للمتوجين. عيدكم مبارك سعيد وكل عام وأنتم بألف خير، في أمان الله.